FM. الكلمة ليك. والله أنا موقف حركة النهضة دقيق، ولحد الآن من الأسئلة حوله هل هي لمزيد التدقيق ولا هي ناتجة عن عدم فهم لموقف حركة النهضة. احنا ناس عندما نساندو شخص، معنى قبل ما نساندوه أو نتبناوه نناقشوه ونسلطوا عليه الأسئلة النقدية كذا، إن فوات بنينا نتبناوه كوريام. بالنسبة للسيد الحبيب السيد رشحوا نداء تورس، وحركة النهضة بعد لناقش تبناته ودخلت في مساندته تماما، ما عادش مازال للتشكيك، وإذا عزمت فتوكل نفوا عنا فيه لشواء، ما عادش مجال للتردد، ونبدو نجبده في الراجل من سقيه. ولذلك احنا متمسكين بهذه المساندة المبدئية، لكن لقينا قدامنا حاجة ما تنجمش تتجاهلها، أن رئيس الجمهورية راغب في التغيير ضمنا، ما حبش يقولها ولكن راغب في التغيير، ونداء تونس بالوضوح راغب في التغيير. أمام هذا الواقعية السياسية ماذا تقول؟ ما نجمش أن نفرض عليهم حاجة، لأنه الاتفاق السابق أن نستمر مع السيد الحبيب السيد حتى الانتخابات البلدية، وعندها نرى يذهب أو لا يذهب إلى غير ذلك. لكن الآن أنت قدام صعوبة واقعية، رئيس جمهورية واضح لكل من يدقق قليلا ما عادش راغب يخدم مع السيد الحبيب السيد، رغم اللي هو يقول ينجم يستمر ينجم ما يستمرش. ونداء تونس بالوضوح عبر عن هذا، كيف ستتعامل هذا الاشكال؟ حركة النهضة تقول هات ما لا نتناقشوا في البديل، إذا ثم بديل أفضل طبعا ما نجموش نفرض على رئيس الجمهورية وعلى نداء تونس اللي هو دستوريا مؤهل باش يعطي المرشح هذا. هذا هو موقف حركة النهضة. الكلمة ليك.